أغلبنا يقضي من 6 لـ 9 ساعات يومياً نلاحق الفلوس، نلاحق الشغل، نلاحق الدراسة، نلاحق العلم. بس أجي وأقول لك تروح وتقضي ساعة من يومك عشان تتمرن وتخلي جسمك أحسن وتطور من صحتك، إيش تجي تقول لي؟ تجي تقول لي والله ما عندي وقت، أنا مشغول، عندي أشياء كثيرة ثانية أسويها. أبغاك تفكر بشيء، فكر بكل الفلوس اللي قاعد تلاحقها هذه من الشغل تبعك، فكر بكل العلم اللي قاعد تتحصل عليه سواء من المدرسة سواء من الجامعة. فكر بس إيش حتكون فايدته إذا بعد 5 سنين بعد 10 سنين صحتك يا سمح الله تدهورت بسبب قلة حركتك، ارتفع عندك الكوليسترول، ارتفع عندك السكر، آلام بأسفل الظهر، آلام بالمفاصل، آلام بالركب، عمرك 35 سنة بس كأنك 70 سنة، ما تقدر تتحرك زي ما تبغى، دب مكرش نحيف، جسمك هزيل. هل حتتمنى انه يرجع فيك الزمن للحظة هذه وتقول يا ليتني ما ضيعت الساعة هذه وحطيتها عشان اطور من جسمي واطور من صحتي؟ لا تستنى إلين ما صحتك تدهور ويجيك مرض معين وتقول يا ليتني بديت بدري، ابدأ من الآن وغير نفسك وطور من صحتك، جسمك حيشكرك بالمستقبل. بالله عليك قل لي إيش فائدة الفلوس هذه كلها؟ إذا ما كنت بصحة كويسة وجسمك ما كان بحالة يهيئك إنك تستمتع بالفلوس هذه، تستمتع بالعلم اللي في راسك. يا أخي إذا ما تمرنت ممكن تعيش أقصر، قلة الحركة تعتبر أعلى سبب وفيات بالعالم، قلة الحركة وبعدها التدخين. تخيل اللي يموتوا من قلة الحركة أكثر بكثير من اللي قادر يموتوا من التدخين. متخيل؟ أمراض قلب، أمراض رئتين، أمراض في التنفس، أمراض في العقل من قلة حركة الدم في جسمك. ففكر مرة ثانية، أبغاك تعدل أولوياتك. هل أنت فعلا مشغول وما تقدر تتمرن الساعة هذه بيومك؟ الساعة 4% من يومك، عندك 24 ساعة، ايش قاعد تسوي بباقي الساعات من يومك؟ نقول عندك شغل 6 7 ساعات 8 ساعات، ايش قاعد تسوي بباقي يومك؟ فكر في الموضوع.